تحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي العظيم كالعادة كل المشاهدين بنكون معاكم لحظة بلحظة، بننقل لكم الأجواء وكواليس والمباريات أيضا الودية وأيضا كمان كواليس فريق النادي الأهلي في البطولة الأفريقية وفي بطولة الدوري العام. لكن يمكن كل الجمهور بيبقى متعود إن احنا بنكون متواجدين في الاستوديوهات طبعا الخاصة بقناة النادي الأهلي، لكن المرة دي طبعا احنا متواجدين في ملعب مختار التتش حيث مباراة ودية الأهلي وجمهورية شبين، وهي أحد المباريات الودية لفريق النادي الأهلي استعدادا للقمة 117 الأهلي والزمالك 30 مارس على استاد برج العرب. يمكن لو بتكلم معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا وجمهور النادي الأهلي على حالة اللاعبين ومدى التركيز وأيضا كمان خطة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي للإعداد لهذه المباراة، المباراة الهامة والمرتقبة وهي القمة 117. يمكن تدريبات كانت مكثفة كعادة فريق النادي الأهلي، التقط الأنفاس لمدة 3 أيام راحة بعد المباراة المميزة والرائعة الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري اللي كان ليها تأثير كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي، دفعه معنويه اداء ونتيجه كانت اكثر من رائعه. يمكن النادي الاهلي قدم تابلو رائع جدا بجانب جمهور النادي الاهلي العظيم اللي يمكن وجهنا رساله الشكر ليه ووجهنا ايضا كمان رساله للاعبين، لكن جمهور النادي الاهلي كان ليه مفعول السحر في المباراه الاخيره وهي مباراه شبيبه الثوره. من اول دقيقه لاخر دقيقه كان تشجيع مثالي، هتاف للاعبين، ايضا كمان كان في تضحيات كبيره جدا لكل اللاعبين على راسهم الشناوي مروان محسن، عدد كبير من اللعيبه من خلال الكواليس في بعض الكدمات يمكن بعض الالام البسيطه، لكن المرحله القادمه مرحله محتاجه تضحيات بشكل كبير، محتاجه انكار ذات بشكل كبير، والحقيقه ده اللي بنشوفه مع لاعبي النادي الاهلي في التدريبات في المباريات في المعسكرات وايضا كمان في المباريات الخاصه بالبطوله الافريقيه. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمكم فيها بيتوافد لاعبي جمهوريه شبين ولاعبي النادي الاهلي لحظات ان شاء الله يكون الاحماء الخاص باللاعبين على شاشه قناه النادي الاهلي بشكل حصري، ويمكن دي كمان نقطه حابب اتكلم فيها مع المشاهدين. قناه النادي الاهلي الفتره القادمه انتظروا يمكن مفاجات كثيره جدا، هنكون معاكم بننقل كمان بشكل حصري مباريات بطولة الكرة الطائرة، ولسه كمان الكرة الطائرة الرجال هتكون في صالة الأمير عبد الله الفيصل وأيضا على شاشة قناة النادي الأهلي. بنروح لمباريات السلة، لسه مباراة كمان الهاندبول وأيضا كمان مباريات عديدة، تنس الطاولة والتنس الأرضي، كل المباريات إن شاء الله هتكون معاكم على شاشة قناة النادي الأهلي في نقلة تكون طيبة وأيضا كمان تسعد كل جمهور النادي الأهلي اللي منتظر قناة الأهلي كالعادة تكون رقم واحد كعادة النادي الأهلي مع إن شاء الله الفترة القادمة. كمان نقطة مهمة جدا، والمستر مارتن لاسارتي اللي بيشتغل بشكل كبير على محاضرات الفيديو الخاصة بلاعبي نادي الزمالك والمباريات الأخيرة. الراجل يمكن بيشتغل بشكل كبير جدا على الجانب النفسي ويمكن أشدنا بيه أكثر من مرة. يمكن درب لاعبين عظام، يمكن لو بذكر طبعا مستر مارتن ولويس سواريز ويمكن كمال من خلال كواليس المباراة الأخيرة، المباراة اللي كنا في الكونغو طبعا. الراجل طبعا كان بيتكلم على مورينيو، بيتكلم على جوارديولا، بيتكلم على عدد كبير جدا من المدربين العظام اللي كان ليه أحاديث وصولات وجولات ومباريات ودية ومباريات رسمية، فالراجل عنده فكر كبير جدا، لكن بتقابله ظروف يمكن بتكون خارج عن الإطار بشكل عام وهي الإصابات والإجهادات. لعيب الفترة اللي فاتت كان فيه إجهاد كبير جدا من اللاعبين، كل 48 ساعة بيكون مباراة، بينزل لاعب بنفقد لاعب واثنين وثلاثة في كل مباراة، فأكيد بيسبب أزمة كبيرة جدا للجهاز الفني، لكن اشتغل بشكل كبير الجهاز الفني مستر مارتن، كابتن يوسف، كابتن سيد، كابتن سامي ومصان على تجهيز البديل. بنشوف محمد دهاني واحد من نجوم فريق النادي الأهلي بيأدي في الباك رايت، بيأدي في المساك، أيضا كمان في المركز وسط الملعب احتاجه بيكون متواجد. الفترة اللي فاتت محمد دهاني بيأدي أداء أكثر من رائع مع فريق النادي الأهلي، لاعبين عائدين بشكل مميز وبشكل لائق جدا. مروان محسن كمان حابين نتكلم عليه وأداؤه الرائع خلال المباراة الماضية، في إصرار وفي جدية وفي روح الفانيلا الحمراء وشخصية النادي الأهلي دي اللي احنا منتظرينها من كل اللاعبين. المباراة القادمة مباراة الزمالك مع ترتيب الجدول والنقاط خلاص قربت بشكل كبير جدا، مباراة تكون فارقة، مباراة تكون فاصلة مع النادي الأهلي للتركيز والتجهيز إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي حتى يوم المباراة وهو يوم 30 مارس، لكن قبل المباراة طبعا هيسبقها 48 ساعة. من المتاكد ان يكون النادي الاهلي في برج العرب، برج العرب طبعا هيستقبل هذه المباراه، فاكيد النادي الاهلي كعادته بيكون في معسكر مغلق قبل المباراه ب 48 ساعه لفرض مزيد من السيطره والتركيز وايضا كمان يكون ليه تدريب اخير في برج العرب استعدادا لهذه المباراه. كمان يمكن كابتن سمير كمونه هو المدير الفني لفريق نادي جمهوريه شبين، اكيد طبعا حابين نوجه لهم الشكر والتقدير على الاستجابه. طبعا النادي الاهلي يمكن عدد كبير من الفرق مرتبطه طبعا بمباريات، ويمكن بعض المباريات اصلا كمان مبقاش فيها جديه وحماس كبير جدا، النادي الاهلي عايز يحافظ على اللعيبه بشكل كبير. مباراه لاي فرقه بتكون متواجده في ملعب مختار التتش في مواجهه وديه، مواجهه رسميه، بتكون مباراه بطوله، اللعيبه طبعا بتكون عندها حماس كبير جدا، لكن ان شاء الله يكون في تحذير من اللاعبين من الاجهزه الفنيه، ما بقاش في التحامات، ما بقاش في اي تدخلات عنيفه، لان يعني الفتره اللي فاتت النادي الاهلي عانى بشكل كبير جدا من الاصابات، لكن العدد قل بشكل كبير، في شغل بيبذل بمجهود كبير جدا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، بيحاول ان هو يشتغل بشكل كبير كل
اليوم في جدول وتأهيل وبرنامج تأهيلي للاعبين. يتبقى خلاص يمكن شريف إكرامي، وليد سليمان، حمدي فتحي، ثلاث لعيبه دول ان شاء الله باذن الله يمكن شايفينهم ماشيين في التأهيل والبرنامج الموضوع لهم. ويمكن كمان من لحظات كان متواجد شريف إكرامي، ممكن اول يوم شريف إكرامي يبدا الجري على الملعب بعد الاصابه طبعا اللي طليته هنا على ملعب مختار التتش في السمانه. شريف إكرامي يعني بيبذل مجهود كبير جدا، ماشي في البرنامج الطبي الموضوع له والتأهيلي بشكل مميز جدا مع المباشره المستمره من الجهاز الفني للاطمئنان على حاله كل اللاعبين. وعلى ذكر ايضا كمان الاطمئنان على حاله اللاعبين، مستر مارتن لاسارت المدير الفني كان في جلسه مطوله مع دكتور النادي الاهلي او طبيب النادي الاهلي خالد محمود للاستفسار على البرنامج التاهيلي والبرنامج الطبي لكل اللاعبين المصابين والعائدين ان شاء الله امثال وليد سليمان اللي هيكون باذن الله قبل مباراه الاهلي والزمالك. في بعض الاخبار بتتكلم ان وليد بعيد شويه عن المباراه، لكن في وقت ولسه بنشوف وليد سليمان في كل يوم، بنشوف في كل تدريبات بيأدي جمل تدريبيه قويه، بيأدي بعض التدريبات اللي فيها سرعات وفيها يمكن حمل تدريبي مرتفع، لكن منتظرينه ان شاء الله يشترك بقى في التدريبات الجماعيه، يشترك في التكتيك، التصويب، الكورسات الخاصه بيه مستر مارتن اللي بيحاول ان هو طبعا يحفظها لكل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الفتره القادمه مع توالي التدريبات التركيز يكون سائد كعاده المباريات وكعاده تدريب النادي الاهلي وكعاده ايضا كمان كل اللاعبين، حاله التركيز اللي بناكد عليها لان المرحله اللي جايه هي من اهم المراحل في البطوله، بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه. على ذكر كمان البطوله الافريقيه، النادي الاهلي هيخلص مباراه الزمالك وهيبدا استعداده لسان داونز بطل جنوب افريقيا، يتوجه مباشره الى جنوب افريقيا استعدادا لهذه المباراه. في يمكن ضغط كبير جدا للاعبين والجهاز الفني، لكن هو ده قدر النادي الاهلي، والنادي الاهلي خلاص حاطط هدف قدامه هي البطوله، خلاص ما بتبصش لشباب قسنطينه، بصش لسان داونز سيمبا وايضا كمان حوريه كوناكري، خلاص يمكن القرعه حسمت هذا الامر. سان داونز فرقه مميزه جدا تمتلك عدد كبير جدا من اللاعبين، عندها قاعده جماهيريه كبيره ايضا كمان في جنوب افريقيا، لكن النادي الاهلي الحاله اللي بنتكلم عليها وحاله التركيز والهدف اللي قدام النادي الاهلي مهما كانت الصعوبات مهما كانت الغيابات، النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله تدريجيا ومرحله مرحله يصل الى المباراه النهائيه ومنها ان شاء الله يحصل على البطوله الافريقيه وبجانبها بطوله الدوري العام وهي البطوله المحببه لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي في مباراته القادمة يحقق ثلاث نقاط هيكونوا مهمين وهيساعدوا النادي الأهلي وهيرفعوا من روح المعنوية بشكل كبير جدا في بطولة الدوري العام. الكل بيشتغل، الكل بيجهز، الجهاز الفني بيشتغل بشكل كبير، اللاعبين بتشتغل أيضا كمان في الملعب، الجدية والإصرار اللي بنتكلم عليها ينقص إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. إن شاء الله نكون موفقين في مباراة اليوم، اللعيبة تكون وجبة وأكون أيضا كمان وجبة كروية دسمة للاعبين بعيدا عن التدخلات وبعيدا عن أي إصابات للاعبين، إن شاء الله ما يبقاش في تعرض لكل اللاعبين. أيضا كمان يمكن انضم لنا في خلال لحظات كابتننا الكبير، واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني ليه ايضا كمان جمهوريه شبين، كابتن سمير كمونه. كابتن سمير برحب بيكم وحمد لله على السلامه ومنور، يعني منور طبعا استاذ مختار التتش. بنشكرك طبعا كابتن سمير على تلبيه الدعوه لان النادي الاهلي بيجهز بشكل كبير لمباراه الزمالك ومنها كمان لمباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا، لكن عايز ابدا معاك الاول، كيف ترى الجيم وكيف ترى مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام قبل مباراه الزمالك؟ طبعا انا بشكرك وبشكر قناه الاهلي وجميع النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره. طبعا مباراه وديه وعايز اقول لك يعني ان شاء الله تفيد النادي الاهلي وتفيدنا قبل مباراه قمه، لان النادي الاهلي بيجهز لعيبته واحنا طبعا عندنا مباراه الشمس، مباراه برده قويه، ماتش كويس للفرقتين. من جانب النادي الاهلي طبعا استعدادا لمباراه القمه اللي كلنا في ظهر النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق للعيبه الجهاز الفني وان شاء الله الجماهير يبقى يعني دفعه قويه للنادي الاهلي. ان شاء الله اتمنى له الفوز والفوز بالدوري باذن الله كاهلاويه ومحبين النادي الاهلي. طبعا نتمنى ان النادي الاهلي ياخد الدوري السنه دي بشكل كويس، كان بعيد شويه من يعني بدا من القاع لحد القمه، فدي حاجه تحسب للجهاز الفني مثلا لسارتي، ابتدى يعمل سياسه وابتدى يعمل استراتيجيه طبعا قويه جدا وبشخصيته مع الجهاز الفني ان هو يرجع النادي الاهلي في مكانه الطبيعيه، وده الطبيعي النادي الاهلي ان هو ينافس على البطوله بقوه والناس كلها تبقى من خلفه، انما حصل دروب لما الجهاز الفني مسك قدر ان هو يعمل رعب لفرقه الزمالك ويقرب منهم، وانا شايف المسافه قريبه بعد ماتش المقاولين. مباراه القمه النادي الاهلي يكسبها هتحس النادي الاهلي رجع لوضعه الطبيعي. فانا دي وجهه نظري الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي شغال بشكل كويس جدا واللعيبه بتستجيب، عوده شحات وعوده رمضان صبحي نجوم الفريق، عوده ازارو بعد الاصابه وان شاء الله وليد سليمان، بقيه النجوم مش عايز انسى حد، انما النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، وعودنا ان النادي الاهلي لما بيكون محتاج بطوله بيجيبها، لما يكون محتاج مباراه بيجيبها، فان شاء الله النهارده تجربه تكون مفيده ونبقى
يعني كلمت لعيبتي طبعا في شك في المحاضره دلوقتي، خلي بالكم لعيبه الاهلي عشان عندهم مباراه زي ما احنا عندنا مباراه، هم عندهم مباراه، يعني اكيد هم برضو متكلمين على الفريق شبين ان احنا نلعب مباراه يعني وديه نستفيد، لكن مفيش عنف مفيش حد يتعور الكلام ده، فانا عامل حسابها يعني ما تقلقش حبيبك سمير. يمكن كمان نقطه مهمه جدا بخبرتك بقى، يمكن كواحد من نجوم النادي الاهلي، عايز اتكلم على مستر مارتن. في ظل الظروف الفتره اللي فاتت كان عندنا نقص كبير جدا في اللاعبين وغيابات واصابات عديده جدا، لكن الراجل كان شغال مع اصرار وروح الفانيله الحمراء اللي بناكد عليها خلال الفتره اللي فاتت. كابتن سمير تابع ازاي المرحله اللي فاتت اللي كان فيها ضغط كبير جدا لكل مباراه النادي الاهلي؟ هو الضغط كان كبير فعلا، وكان في نظام قديم كارترون طبعا، كل مدرب وله طريقته وكل شيخ له طريقته زي ما احنا عارفين يعني، انما ممكن يكون حمل تدريبي ابتدى يعالجه، ممكن يكون العلاج والاستشفاء والكلام ده ما كانش مظبوط ابتدى يظبطه، السيستم وطريقه اللعب والالتزام للاعيبه النادي الاهلي، لا شفنا الوضع اختلف، وفي الملعب في تكتيك وفي شغل، خصوصا اول 45 دقيقه كل اللعيبه ليها ادوار. ناصر ماهر اتطور، عندك نيدفيد ما شاء الله عليه برده متطور مع ناصر اشرف وهاني وعوده سعد، الاجوان مفيش مشكله، اي جون دلوقتي دي ميزه، اي جون بيلعب طبعا طبعا، للحراس بيأدي اداء كويس جدا، ثلاث حراس ما شاء الله عليهم، بالاضافه طبعا للمجموعه الناشئين اللي موجوده، لا في شغل، وكمان التجانس مهم جدا، ده من نجاح المدير الفني لما يكون في تجانس وثبت فرقه، حتى الاحتياط اللي موجود او الناس اللي قاعده بره بتنزل زي عبد زي الشحات ورمضان كنت عاجبني جدا، مع ان انا بارس عليهم شويه لما بتكلم في اي برنامج بقول احنا عايزين والفلوس كتير، لا فعلا هم يستاهلوا، بس يعني احنا انا يعني لما بتكلم على لعيب بضغط عليه في النادي الاهلي بحمسه، عشان انا من محب النادي الاهلي ويعني بعشق النادي الاهلي، عايزه يبقى كويس جدا، فما يزعلوش مني يعني لما انا بارس على لعيب بقول عايزك تبقى احسن، عايزك تبقى تأدي اكتر من كده، مطلوب منك تبقى اكتر من كده، ان انت تكسب نادي الاهلي زي الشحات ورمضان وبقيه النجوم، لا عشان انا بحبهم وخايف على النادي، عايزه يدي اكتر حاجه عنده. من فتره كبيره جدا يا كابتن سمير ما كناش بنشوف النادي الاهلي على دكه البدلاء، في رمضان صبحي، في وليد ازارو، في حسين الشحات، في جيرالدو، بنشوف يعني يمكن قوه ضربه بجانب قوه ضربه في الملعب، ده اكيد شكر المجلس الاداره اللي حاول بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت يجيب صفقات مميزه ويدعم الفريق لسنين طويله قدام وليس فقط لهذه السنه. مظبوط، انت الاحياء والتجديد مطلوب من اي فريق في العالم، مش هنا بس او النادي الاهلي، لكن الاحياء والتجديد بياخد وقت، بتبقى مراحل، الاعمار السنيه بتبقى كبيره، بيبدا ان هو يجيب اعمار سنيه صغيره، بيبني فريق السنه دي والسنه اللي جايه، فده اللي ابتدى يشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي، ممكن يكون عشان اكون صريح معاك ان هو اتاخر شويه، انما كانوا ماشيين في الطريق الصح. واول السنه الاداء الفني كان مختلف عن لحد وقتنا هذا، في تطور بالتدريج، فهي دي اساس النادي الاهلي، ان هو لما بيبني فريق بيبني فريق على مرحله طويله، وبيبدا ان هو ينقي لعيبه على اعلى مستوى تفيد النادي سنه واثنين وثلاثه واربعه، فكل الصفقات اللي جت زي الشحات يمكن مضى تقريبا اربع سنين، فدي فكر برضو من رمضان اعاره، انما بقيه اللعيبه ياسر ابراهيم، بقيه اللعيبه اللي موجوده والصفقات اللي موجوده على المدى البعيد، مش النادي الاهلي ممكن ما يبصش كمان للفتره دي، وده طبيعه النادي الاهلي من زمان بيبني خمس ست سنين قدام، فهم كانوا ماشيين صح قوي، ممكن تكون اتاخرت شويه، لكن انت عارف بيبقى في تفاوض مع الانديه الخارجيه والاعارات، وهنا اللي في مصر في ناس بتطلب فلوس كتير، وبعدين بيبقى في ده شغل التفاوض العادي، فده سيستم النادي الاهلي ماشي عليه، فكانوا ماشيين بخطوط ثابته ونجحوا فيها. اتمنى ان شاء الله صفقات اللي النادي الاهلي اختارها كل لعيب جه النادي الاهلي يكون عند حسن ظن الجماهير، ويكسب سكه مجلس اداره النادي الاهلي ان هو اختاره، ويقدر ان هو يؤدي اداء جيد ونستفيد منه، ويبقى اضافه للنادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. عايز اتكلم معاك على الجمهور يا كابتن سمير، يمكن خلاص قرار ان المباراه بدون جمهور هي مباراه الاهلي والزمالك، لكن احساس كابتن سمير في مباراه الاهلي والزمالك في استاد القاهره كان بيبقى ايه، واحساسه وانت المدرج فاضي بيبقى عامل ازاي يا كابتن؟ لا احنا يعني لما كنا بنلعب كان السنه دي كان النادي الاهلي فتره بسيطه كان اربع نقط، دلوقتي بقى نقطتين، احنا كنا بنلعب كان عندنا فرق 13 نقطه لصالح الزمالك، والسنه اللي بعديها 9 نقط، فالحمد لله ربنا كرمنا جبنا البطولتين وكان وجبناهم بشكل كويس، وكسبنا الزمالك 2-0 و3-1، كان شكل كويس، الجماهير بتعمل اضافه قويه جدا خصوصا لفرقه النادي الاهلي،
يعني احنا كنا بنلعب 90 و100 الف متفرج في استاد القاهره. تتمني استاد القاهره يبقى موجود وفي جماهير ماتش اهلي والزمالك زي ده، كنت هتلاقي مستوى فني على اعلى مستوى مع المدرب الناجح مثل لازارتي. انما الجماهير لما بتكونش موجوده في الاستاد بيبقى ملهاش طعم، بالذات مباراه قمه. يعني انت بتشوف الدول العربيه كلها بتتفرج على الاهلي والزمالك، هنا في مصر بيبقى استعدادات للمباراه دي بشكل خاص. انما بدون جماهير يعني برضو العمليه بتبقى صعبه شويه، اللعيب ما بيتحمس اكتر، الجماهير بتبقى كلها في البيوت والكافيهات برضو مش مستمتعه لما بتتفرج في الملعب. احنا يعني احنا ما شفناش في الكلاسيكو مثلا مره ان ما فيش جماهير، لا الموضوع صعب شويه. كنا نتمنى حتى يبقى 5000 او 10000 هنا او 10000 هنا، انما طبعا احنا مش عارفين ظروف الامن ايه واتحاد الكوره ولجنه المسابقات، فدي طبعا بنحترمها. انما اهلي والزمالك من غير جماهير يعني بيتهيألي يعني الموضوع هيبقى صعب شويه. انا كنت اتمنى ان يكون في جماهير، وانا شايف الدنيا كويسه والماتشات اللي فاتت حتى لو عدد قليل يا كابتن، وداخلين بالظبط وداخلين على المنتخب ان شاء الله بطوله الامم، ان شاء الله تبقى بطوله ناجحه والجماهير هي اللي بتنجح البطوله زي 2006 كده. كنا نتمنى ان يبقى في جماهير اهلي والزمالك في مباراه القمه يوم 30، لكن ده قرار مش بتاعي يعني. انا كنت اتمنى يعني انا عايز اوجه لك الشكر يا كابتن سمير على الاستجابه وعلى التعاون الكبير كعادتك كواحد من ابناء النادي الاهلي مع النادي الاهلي، وعايز اخد منك رساله للاعبينا والجهاز الفني قبل المرحله القويه اللي جايه مباراه الزمالك ومنها مباراه صن داونز. بكل التوفيق وكل الدعم للنادي الاهلي ومجلس الاداره والجماهير، كلنا في ظهركم. انتوا طبعا لعيبه على مستوى عالي، ان شاء الله نتمنى ان انتوا تفوزوا بالدوري بطوله افريقيا اللي غايب عننا بقالها كام سنه، دي نقطه مهمه جدا. ومجلس الاداره كان بيسعى الفتره اللي فاتت ان هو يجيب صفقات على اعلى مستوى، ف يعني شد حيلكم شويه، احنا كلنا في ظهركم. ان شاء الله انتوا لعيبه كويسه ولعيبه مميزه واحسن لعيبه في مصر، فاتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. يعني مباراه الزمالك مباراه القمه شد حيلكم قوي قوي قوي، ان احنا محتاجين المباراه دي ان شاء الله نكسب. المباراه بتبقى مباراه خاصه والمباراه دي بتظهر نجوم على فكره، طبعا طبعا. بتظهر نجوم وبيتالقوا ويروحوا المنتخب ويحترفوا من مباراه الزمالك، يعني مباراه القمه سواء من هنا او من هنا. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وربنا يكرمهم ويكفيهم شر الاصابات بقى لحسن الموضوع زاد قوي يعني ان شاء الله. الله يخليكم. انا بشكر مش عارف مين اللي معاك في الاستوديو، بشكرهم جدا وبالتوفيق، وما شاء الله قناه النادي الاهلي تملي بتبقى مميزه في تقدم ان شاء الله باذن الله. شكرا، الله يخليك حبيبي، الله يكرمك. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتننا الكبير الكابتن سمير كمونة، واحد من ابناء النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي. والنهارده كمان بنوجه له الشكر على الاستجابه وعلى سرعه الاستجابه كمان بشكل كبير، ان يكون متواجد مع النادي الاهلي في هذه المباراه الوديه. النادي الاهلي مستر مارتن كان مخطط ليه مباراتين، النهارده يمكن هي المباراه الاولى. كمان الحاجه اللي كنت بتكلم عليها قبل ما كابتن سمير يخش معانا طبعا على الهواء، وهي التحذير لعدم الاحتكاك والاصابات. طبعا الاصابات الفتره اللي فاتت كان ليها تاثير كبير وكان ليها ضرر كبير جدا على الجهاز الفني واللاعبين، لكن يعني ابن النادي الاهلي واضح ان كابتن سمير يعني بفكر المدير الفني المحترف حذر اللعيبه بشكل كبير من التدخلات، لان الهدف هو ان الجرعه التدريبيه تكون كامله، يكون فيها سرعات، يكون فيها بعض الجمل التكتيكيه، لكن التدخلات والاصابات بتاثر بشكل كبير جدا. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للاعبينا النهارده باذن الله، تكون جرعه تدريبيه وجبه تدريبيه جسمه يستفيد الدسمه يستفيد منها النادي الاهلي بشكل كبير، سواء الجهاز الفني يستفيد من الاخطاء يقدر يعالجها خلال المرحله القادمه والايام القادمه، وايضا كمان تكون اداء ونشوف بعض اللعيبه اللي بتشاركش بشكل كبير خلال المرحلة القادمة. المباريات الودية اللي بتكون زي جمهورية شبين او زي ايضا اي مباراة بتكون مع النادي الاهلي بتكون فيها استفادة كبيرة جدا لعدد من اللاعبين ما بيشاركوش خلال المراحل الماضية. الحمد لله طبعا يمكن زي ما بنقول يعني الفترة اللي فاتت كان فيها التحامات وكان فيها اصابات بشكل كبير، لكن خلاص النادي الاهلي بيكتمل صفوفه تدريجيا، النادي الاهلي بيكتمل صفوفه تدريجيا قبل انطلاق مباراة ان شاء الله مباراة الاهلي والزمالك. لكن حابب اتكلم معاكم وكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي على تشكيل الفريق اليوم. النهارده في حراسة المرمى ياسر في حارس المرمى علي لطفي، خط الظهر ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود وحيد، احمد فتحي، حسام عاشور، حربي بدر، واسلام محارب، واحمد الشيخ، وصالح جمعه، ووليد ازارو. اكدنا وقلنا طبعا ان هيبقى في راحه لعدد كبير جدا من اللاعبين. بنشوف الشناوي النهارده بيجري بعض التدريبات التاهيليه، وليد سليمان بيكمل التاهيل، مروان محسن ايضا كمان ممكن ما يبقاش مشارك فيه، تفضيل ان يبقى في راحه لبعض اللاعبين اللي استفادوا منهم سواء في المباراه الوديه القادمه ومنها ان شاء الله في مباراه الاهلي والزمالك يوم 30 على استاد برج العرب. مباراه مهمه، مباراه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. من خلال طبعا التشكيل اللي احنا استعرضناه بنشوف محمود وحيد
النهارده هيشارك اسلام محارب بقاله فتره كبيره جدا بيشارك في المباراه. حسام عاشور بنقول له الحمد لله على السلامه النهارده، نطمن عليه بشكل كبير جدا، واحد من العناصر الرئيسيه والركائز الاساسيه في فريق النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي فتره كبيره جدا. يا حسام بعيد عن اللاعبين وبعيد ايضا كمان عن قياده اللاعبين وكابتن فريق النادي الاهلي بمعنى الكلمه في الملعب، ان شاء الله باذن الله يكون موفق. احمد فتحي كمان النهارده هيكون من بدايه المباراه، احمد فتحي ايضا كمان دور كبير وبذل دور كبير جدا ورجع الحمد لله احمد فتحي كعادته كعادة تألقه الكبير ومجهوده وشخصيته الكبيرة داخل الملعب، إن شاء الله النهاردة يكون موفق. بنتمنى ما يبقاش في إصابات، ما يتمنى اللعيبة كلها بشكل عام، كل اللعيبة اللي متواجدة إن شاء الله. صالح جمعة كمان النهاردة بنتمنى له كل التوفيق، يظهر بشكل مميز. كل جمهور النادي الأهلي منتظر كل اللاعبين، مش عايزين ننسى حد. يمكن صالح كمان في يمكن لينك كبير جدا وحب كبير جدا مع جمهور النادي الأهلي، جمهور منتظره خلال المرحلة القادمة، عايز يشوفه في المباريات، عايز يشوفه في المباريات الودية المباريات الرسمية تدريجيا. مستر مارتن أكيد بيبقى ليه اختيار وبيبقى ليه رؤية في كل مباراة وفي كل تدريب وفي كل بيبقى ليه رؤيه معينه ان هو اللعيب ده يكون متواجد، هل اللعيب ده يقدر يدفعه في هذا المركز، جاهز فنيا، ممكن يبقى جاهز فنيا لكن بدنيا عنده بعض المشاكل، لكن بشكل عام ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه اليوم في مباراه اليوم يستفيد منها النادي الاهلي بشكل كبير. علي لطفي كمان يمكن النهارده علي لطفي كان المباراه الماضيه وهي المباراه اللي في الصاف فيها الشناوي في البطوله الافريقيه فيها الكونغو فادى اداء رائع جدا. علي كان بعيد جدا عن المباريات، التدريبات بتختلف بشكل كبير عن المباريات الرسميه، المباريات الوديه ايضا كمان ما بيبقاش فيها اي ضغوطات، ما بيبقاش فيها اي حمل تدريبي عالي، لكن المباريات الرسميه بيكون فيها يعني ضغط كبير جدا مع الجمهور اللي بنكون متواجدين في كل البلاد الافريقيه. جمهور الكونغو كان مميز جدا، مباراه فيتا كلاب الكونغولي، الشناوي كانت اصابه لكن التضحيه اللي بنأكد عليها في عوده الشناوي من جديد وحراسه عرينا للنادي الاهلي امام شبيبه الثوره، وكان ليه دور كبير مع كل اللاعبين، كل اللعيبه ادت اداء اكثر من رائع لكل المباراه الماضيه شبيبه الثوره، كل المباريات ان شاء الله الفتره القادمه مع النادي الاهلي يستمر في الاداء، يستمر في الانتصارات. روح الفانيله الحمراء مهمه جدا وشخصيه النادي الاهلي اللي بنأكد عليها واللي بنشوفها في ارضيه الملعب هي دي اللي بنقدر ان احنا نتكلم عليها رغم الظروف اللي بنبقى فيها، ويمكن ترتيب الجدول اللي بيبقى فيه بعض المشاكل، عدد كبير من الغيابات، بيبقى فيه يمكن حارس مرمى وحيد على دكه البدلاء زي ما شفنا في بعض المباريات، لكن شخصيه النادي الاهلي هي اللي بتحسم هذا الامر. كل المباريات مباراه بطوله، نعلم جيدا ان كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي في كل المحافل هي مباراه بطوله، خلاص يمكن الامر ده اتحسن، فبتكون حسابات مختلفه وبنقدر نقول المباراه اللي يمكن مثلا لو اي فريق بيقابل النادي الاهلي المباراه اللي قبليها بيبقى دون المستوى، مباراه النادي الاهلي هي حسابات خاصه. جمهورية شبيل النهارده كمان من المتوقع ان يبقى ليهم اداء مميز، نجوم النهارده النادي الاهلي بيقابلوهم، يمكن المباراه الساعه 3 لكن الناس كانت متواجده الساعه 12 ظهرا، وده يمكن كان امر مهم جدا طبعا يكونوا متواجدين ياخدوا الاجواء الخاصه بالمباراه، يشوفوا ارضيه الملعب، ويمكن في اللحظات دي كمان بينزلوا بيجروا عمليات الاحماء مع لاعبي النادي الاهلي. ينضم لي كمان في خلال اللحظات وينضم لي دلوقتي الان معلقنا طبعا المميز معلق يمكن عادل محمود، طبعا برحب بيك يا كابتن عادل وموفق النهارده ان شاء الله في نقل المباراه. عايز اكلمك بشكل عام على النادي الاهلي ومباراه القمه، بشوف ازاي استعداد النادي الاهلي، وايضا كمان استعرض معاك التشكيل الخاص بالفرقه. حبيبي كريم طبعا تحياتي للناس كلها اللي في الاستوديو، طبعا الكابتن اسامه وزمايلنا الافاضل والنجوم بتوعنا، وايضا بالنسبه لمباراه النهارده، مباراه النهارده هامه جدا للنادي الاهلي لاستعدادا للقاء القمه، لقاء القمه طبعا المرتقب بعد، وخاصه النهارده الزمالك خسر يعني نقطتين في السباق اللي هو على القمه، فرصه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا مباراه كويسه ويقدموا نفسهم، وخاصه اللي هم العائدين من الاصابه. لاسارتي طبعا بيحاول يجهز التشكيل المثالي بالنسبه طبعا لمباراه القمه، وايضا لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه مباراه القمه، وخاصه ان هو لو فاز النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى الاهلي يتصدر القمه لاول مره، ودي طبعا يعني احنا تعودنا على مدار يمكن 30 سنه في كتير الزمالك كان فيه سنوات كتير ان هو متقدم ب 10 نقط و 12 نقطه زي ما حصل في الدوري السنه دي، ولكن في الاخر لعيبه النادي الاهلي ابتدت تكسب طبعا، وخاصه بعد مباراه اللي هي المباريات الافريقيه، وخاصه الطموحات الكبيره بالنسبه طبعا للاعيبه النادي الاهلي بعد فوزهم على شبيبه الجزائري، وشبيبه الجزائري طبعا وضع طبيعي جدا ان هي مباراه هامه جدا، ظهر فيها كل لاعيبه النادي الاهلي بمستوى جيد جدا وقدموا نفسهم للجمهور لاول مره في صوره جميله، وابتدى يظهر شغل الاسارتي طبعا على لعيب النادي الاهلي، وكل الناس طبعا الاستوديوهات اتكلمت على اداء النادي الاهلي بالنسبه لمباراه شبيبه القبائل، فالاهلي فاز بجداره وتالق في المباراه وتاهل لدور الثمانيه لافريقيا، ودي كانت طبعا مع الخوف طبعا كان شبيبه وخرج زي شبيبه، واعتقد سيمبا هو اللي تاهل مع النادي الاهلي بعد طبعا مارسون في المجموعه القويه اللي هي كان فيها النادي الاهلي، فاصبح النادي الاهلي هو المتصدر وتاهل الى دوري
يعني الدور الثمانية. أنا شايف إن النادي الأهلي بيدخل مباراة النهاردة بصورة جيدة فنيا وبدنيا، وأنا شايف لعيبة النادي الأهلي النهاردة أصبحت العملية بالنسبة لهم فيها طموحات وآمال، واستراتيجية النادي الأهلي اللعب على المركز الأول الدائم واللعب على البطولة، وكل الكلام ده كله طبعا أصبح لاعب النادي الأهلي حاسين بالمسؤولية، عايزين يرجعوا اسم أو موجود اسم دايما الشياطين الحمر طبعا على الساحة. ابتدى طبعا يعني المنافس طبعا بالنسبة للنادي الأهلي أصبح هو برضو مازال لسه زمالك، فمباراة القمة أعتقد أن هي مباراة ليها طابع خاص وشكل خاص وأهمية يعني هتبقى عريضة للشعب المصري وللوطن العربي، وأعتقد أنها إن شاء الله هنتفرج على المباراة تليق باسم ناديين وطبعا بتليق باسم مصر كمان، وخاصة بعد قبل بطولة الأمم الأفريقية اللي هي هتنقلنا نقلة حضرية وأدبيا وكل شيء فيها. نتمنى كل مصري في كل مكان أنه هو يتعاون مع الدولة في إنجاح هذه البطولة، لأن هي هتبقى الصورة المشرقة الدائمة لمصرنا الحبيبة، وأيضا جماهير النادي الأهلي العاشقة للنادي الأهلي هي جماهير ملتزمة وجماهير جميلة وعاشقة للنادي الأهلي، وبتقدر عندها الثقة الكبيرة في لاعبي النادي الأهلي مع تعاقب الأجيال، انك انت لاعب النادي الاهلي قادرين على اسعاد الجماهير. وعلى مر التاريخ يعني من سنه 80 اول بطوله افريقيه 82 83 اللي فاز بها نجوم النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي هو كان نجمها وكان هداف افريقيا اكتر من مره ويتصدر اعتقد الهدافين برصيد 37 هدف. فدي النهارده هو رئيس النادي الاهلي وهو الراجل اللي بيقود النادي الاهلي وسفينه النادي الاهلي، ونجح وتحمل كتير مع مجلس الاداره كل الانتقادات اللي هي فاتت طبعا مع تبديل الصفقات او ابرام الصفقات اللي هي الناجحه في يناير، فرقت كتير جدا طبعا مع لاعبي والنادي الاهلي ان هم وصلوا لمرحله النهارده النادي الاهلي اصبح مستعد لاستعاده الصداره الله. بالنسبة للحكام طبعا مباراة النهاردة لو اتكلمنا عن حكام النهاردة انا شايف الاسماء بتاعتهم عاطف حسن احمد ومحمد صلاح عبد الفتاح وخالد حسام الدين طه هما حكام النهاردة. انما طبعا بالنسبة للتشكيل اعتقد ان هو اتقال ولا اقوله مرة تانية. بالنسبة لتشكيل احمد فتحي رامي ربيعة ياسر ابراهيم طمع عاشور عربي بدر لاعب 97 في نص الملعب اسلام محارب وصالح جمعه عودته برضو الناس كلها مترقباها وايضا وليد ازارو ايضا بيقدموا لسارت النهارده من بدايه اللقاء مع طبعا البدلاء اللي هم موجودين فيهم موجودين حتى مروان محسن موجود يعني هو هيدفع بيهم وهيدفع بيهم على مراحل في المباراه. في الاخر ان شاء الله مباراه النهارده هتبقى صوره جاده وتجربه جاده جدا مع اللي هو النادي الضيف على النادي الاهلي اللي هو جمهوريه شبين اللي هو بتصدر تعتقد المركز تقريبا السابع وكان عنده اخر مبارياته امام الترسانه وتعادله 1-1 في جمهوريه شبين ومباراته القادمه مع الشمس. كل الامور مهيئه لاعضاء النادي الاهلي الاول في استاد التتش ان هي تتفرجوا على مباراه كويسه، وكل جماهير النادي الاهلي اللي احنا بنقول لهم طبعا مباراه النهارده نتمنى ان هم يستمتعوا بيها ويطمئنوا على كل لعيبه النادي الاهلي وعلى كل شيء في النادي الاهلي ان شاء الله، لننتقل الى القمه ان شاء الله في يوم 30 ويبقى عرس كبير للشياطين الحمر ويتصدر النادي الاهلي لاول مره في الموسم ان شاء الله في مباراه القمه ان شاء الله. دايما الموفق يا كابتن عادل وبالتوفيق ان شاء الله على نهار. شكرا شكرا. بنشكر اكيد طبعا معلقنا المميز المعلق عادل محمود اللي هيعلق النهارده وهيقوم بالتعليق على مباراه الاهلي وجمهوريه شبين. اكيد طبعا يمكن في اللحظات دي خلاص لحظات بسيطه جدا والاحماء خلاص ينتهي مع اللاعبين سواء لجمهوريه شبين او النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول وبناكد كل الاجواء وكل الامور وكل الظروف ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي للاستفاده اليوم. زي ما اكدنا وقلنا في التشكيل بنشوف صالح بنشوف احمد فتحي من جديد حسام عاشور، عايزين نطمن على كل اللعيبه دي قبل مباراه 30 لسه هيكون في مباراه ودية تانية، ومن الواضح كمان ان في تفضيل مروان متواجد على دكه البدلاء عدد كبير جدا. انا شايف محمد شريف وحمودي ومروان ويمكن احمد الشيخ كمان شايفينه، لا احمد الشيخ متواجد في ارضيه الملعب، جونيور اجاييه بره، عدد كبير جدا من اللاعبين متواجدين على دكه البدلاء تدريجيا يعني على حسب الظروف المباراه. ممكن مستر مارتن يفضل ان هم ما يبقوش متواجدين في المباراه بشكل عام او يكون في ايضا كمان عدد كبير جدا او عدد صغير جدا من اللاعبين. بشكل عام ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، كل الامور تكون موفقه
النادي الاهلي بيستعد وبيقاتل وبيجاهد وبيحاول ان هو الفتره القادمه يكون على الاقل برجل واحد مع اللاعبين ومع اعضاء النادي الاهلي. وعلى ذكر الاعضاء، كان الاعضاء متواجدين بكثافه بشكل كبير جدا، يمكن احنا متواجدين على ارضيه مختار التتش، الكل متواجد رغم طبعا عدم وجود في المدرجات عدد من الجماهير، لكن زي ما احنا شايفين كل اعضاء النادي الاهلي النهارده طبعا يوم الجمعه بيكون في كثافه لاعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، الكل عايز يتابع، الكل عايز يشوف كل نجوم النادي الاهلي. كعاده المباريات لما بنكون في مختار التتش بتكون عرس بالنسبه للاعضاء، يمكن الجماهير بتبقى محتاجه ان هي تكون متواجده، لكن اللي بيكون متواجد هي اعضاء النادي الاهلي اللي اكيد زي ما بنحيي الجمهور وبنحيي جمهور النادي الاهلي في المؤازره والمسانده في الملعب والمدرجات، لازم نحيي طبعا اعضاء النادي الاهلي على دعمهم المميز والكبير لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. الكل منتظر ان شاء الله انطلاقه هذه المباراه، يمكن خلاص شايفين حسام عاشور وصالح جمعه والشيخ، كل اللعيبه خلاص يمكن طالعه الى الغرف قلع الملابس خلاص الاستعداد بقى للمباراه، مباراه ان شاء الله باذن الله مع لعيبه النادي الاهلي ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي اجهاد، كل الامور ان شاء الله تكون في مصلحه اللاعبين. الحمد لله طمنا على اللعيبه من كابتن سمير كمونه المدير الفني، قال في تحذير كبير على الدخول وعلى التاكلينج وعلى ان ما يبقاش في اي احتكاكات مع لاعبي النادي الاهلي، وده الامر اللي احنا يعني بناكد عليه، بناكد ان كل اللعيبه ان شاء الله ما يبقاش في اي التحامات قويه، لان المباراه النهارده مع اي اصابه المباراة هتنتهي بشكل كبير جدا وهيبقى الامر هيكون صعب جدا لفريق النادي الاهلي. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعينا وجمهور النادي الاهلي في نقل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي لمباراه الاهلي وجمهوريه شبين، وفي هذه اللحظات اسيبكم كل متابعينا ومشاهدينا وجمهور النادي الاهلي مع احماء فريق النادي الاهلي ومنها ان شاء الله كابتن عادل محمود المعلق ومباراه الاهلي. الجزائري الماضي وتصدر النادي الاهلي طبعا وتاهله الى دوري ابطال افريقيا. بنقول مبروك للنادي الاهلي الفوز النهارده وهارد لك جمهوريه شبين، وننتقل الى الزميل كريم في لقاء النهارده ان شاء الله. كل التحيه من جديد لكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان عقب انتهاء المباراه الوديه والاستعدادات المكثفه والخاصه لمباراه القمه 117 الاهلي والزمالك. فوز مميز وجرعه تدريبيه مميزه لفريق النادي الاهلي بدون اصابات الحمد لله، اكيد بنتمنى في كل مباراه الجرعه التدريبيه تكون كامله وايضا كمان كل اللعيبه تخرج بدون اصابات واجهاد. كابتن سامي قمصان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي، كابتن سامي طبعا اكيد استعدادات خاصه وبرنامج تدريبي موضوع من الجهاز الفني لمباراه القمه، منها مباراه وديه اولى النهارده الاهلي وجمهوريه شبين، يعني نقدر نقول النهارده الاستفادة كانت ايه؟ بنشوف عربي، بنشوف عدد كبير من اللعيبه قدرنا نطمن عليهم، طمنا على المباراه بشكل عام يا كابتن سامي. طبعا مباراه مهمه لينا وزي ما انت قلت تجهيز كويس جدا لمباراه القمه. عندنا فتره كويسه جدا، يمكن من بقى لنا فتره كبيره جدا اول مره بقى عندنا عادل الايام ديت، الحمد لله نقدر نستغلها كويس. راجل حاط برنامج كويس بدني وفني طبعا، وبرده في نفس الوقت بيستغل الفرصه ديت للعيبه الصغيره يقدر يبص عليها، زي انت شفت النهارده عربي مصطفى الياس برده النهارده من الناس اللي الراجل بص عليها، ودي فرصه كويسه جدا للقطاع برده، يعني
طموح لكل القطاع اللي انت برضو يتمنى لو يلعب في الفريق الاول. برضو عودة الناس المصابة بقى لفترة، نجيب بقى لفترة كبيرة ما بيشاركش، أزار وأحمد فتحي عاشور بعد الإصابة، فطبعا كل الحاجات دي مهمة جدا الراجل ركز عليها. لكن في الاول والاخر طبعا استعداد مهم جدا، اتمنى ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه. انا عارف ان في شغل بيبذل فني يا كابتن سامي، لكن الجانب النفسي والتجهيز النفسي للاعبين ده مهم جدا، ليك دور كبير فيه مع الكابتن يوسف مع الكابتن سيد مع مستر مارتن. ازاي بنتكلم مع اللعيبه قبل مباراه القمه، لان ترتيب الجدول ومباراه تساعد النادي الاهلي وهتفرق معاه بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام. طبعا انت الجانب النفسي مهم جدا طبعا، ويمكن من خلال كابتن سيد وكابتن يوسف وانا على قد ما اقدر برده وكابتن نفس القصه، مهم جدا. لكن احنا مش عاوزين يعني ان المباراه بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا، مباراه بثلاث نقاط، لكن مباراه مش هي اللي هتحدد بطل الدوري العام، لكن مباراه مهمه بالنسبه لنا طبعا وبالنسبه لجماهير النادي الاهلي. لكن احنا الحمد لله احنا مركزين في نفسنا الفتره اللي فاتت ديت، والحمد لله وده كان ليه مردود كبير جدا علينا سواء في افريقيا او في الدوري العام، لانك انت الاهم، انت اللي صاحب القرار وانت المفروض اللي تبقى الفاعل. يعني الحمد لله احنا بنمشي في خطوات الحمد لله منتظمه، انتصارات الحمد لله متتاليه، اهداف في افريقيا الحمد لله برده وصلنا لها، قربنا للبطوله المحببه لنا وجماهير النادي الاهلي برده نفس القصه. فاعتقد الحمد لله ان احنا الفتره اللي جايه ديت يعني فتره ان شاء الله تبقى مميزه لينا، واللعيبه ان شاء الله استوعبت اكتر الفكر بتاع الراجل، والحمد لله يمكن المردود باين عليهم ومردود باين على شكل الفرقه يعني. واتمنى ان شاء الله اللي يكون ان شاء الله توفيق في اليوم ده يومنا باذن الله. احنا طبعا بنحترم قرارات الاتحاد الكوره والامن طبعا على وجود الجمهور من عدم، ولكن كنا نتمنى يا كابتن سامي في المباراه الاهلي والزمالك حتى لو عدد قليل من جمهور الفريقين هيبقى يعني هيبقى ليه فرق كبير جدا، لان الجمهور والملعب من غير الجمهور الموضوع بيبقى مختلف جدا يا كابتن. طبعا انت وانت ويمكن احنا بالنسبه لنا طبعا جمهورنا يعني من بيدينا قوه كبيره جدا، وبيدي اللعيبه دوافع كبيره جدا، وبيدي اللعيبه حماس كبير جدا، وتحس ان انت فعلا ليك ظهر يعني. لكن ما اعرفش ده قرار، يمكن احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي ما فيهاش جمهور، ودي حاجه صعبه جدا يعني. الحمد لله الامور الامنيه الحمد لله عندنا مستقره جدا، واعتقد ان ما فيش مشاكل يعني، ما شفناش مشاكل الحمد لله من بعد اللي حصل الفتره الماضيه يعني، ما شفناش اي مشاكل يعني. فاعتقد ان يعني ممكن تكون دي بدايه كويسه، اتمنى ان شاء الله للناس برضو على الاقل طبعا تجربه كويسه زي ما انت قلت لكاس الامم اللي انت دلوقتي اللي انت برضو لما على الاقل كل فرقه مثلا 5000 متفرج، اعتقد يعني ان شاء الله الامور تقدر تبقى تحت السيطره، وتدي برضو رساله للناس كلها ان احنا الحمد لله بلد امن، ودي تجربه برضو لاتحاد الكوره وتجربه للجمهور نفسه اللي هو طبعا يشارك ويبقى ملتزم يعني. لان اعتقد ان الامور مهما اختلفنا مع جمهور نادي الزمالك او مع معظم الناس، لكن في الاول والاخر انت بتتكلم في مصلحه بلده. جمهور النادي الاهلي ونادي الزمالك جمهور محترم جدا، كل واحد بيشجع فرقته من خلاله، وده حق مشروع ليه. فاعتقد ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان هم يستجيبوا لكده، اعتقد هتبقى حاجه كويسه وشكل كويس لينا والنادي الزمالك برضه نفس القصه، واعتقد ان شاء الله الامور هتبقى احسن يعني. اخيرا يا كابتن سامي، البرنامج التدريبي مستمر في التدريبات، هل نقدر نشوف مباراه وديه كمان في الوقت اللي جاي ده، ولا هل النادي الاهلي هيكتفي بمباراه الاهلي وجمهوريه الشبيك؟ لا اعتقد الراجل اتكلم ان دي المباراه الاخيره لينا يعني، عندنا الفتره اللي جايه ديت يعني 8 ايام نقدر ان شاء الله نجهز فيهم كويس، عندنا برضو اللعيبه الدوليه هتكون رجعت لعبت ماتشين في وقت قليل، لعيبه المنتخب الاولمبي برضو نفس القصه. لكن اعتقد ان احنا يعني من خلال الترتيب يعني انت برضو قدام ان النهارده احنا 23، اعتقد يبقى اسبوع كافي جدا يعني انت تقدر تتمرن فيه كويس وتقدر تساعد كويس وتقدر ولسه سفر برج العرب، احنا نسافر قبلها برج العرب، لكن اعتقد يعني تعودنا عليه خلاص يعني. برضو من الحاجات برضو اللي ان برضو ممكن اديك الناس شافت ارضيه ملعب برج العرب، ارضيه صعبه جدا يعني، كنا نتمنى برضو اللي ان يبقى ممكن تجربه كويسه في استاد القاهره اللي الناس تشوفه وتبقى حاجه كويسه، اي هنا في مصر برضو اعتقد كانت هتبقى احسن يعني. لكن طبعا دي وجهه نظر اتحاد الكوره تحترم، لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نمشي الامور الطبيعيه جدا يعني، خلاص اعتقد اللي خلاص يعني الناس كلها استوعبت الدرس دوت، واعتقد اللي مش هيحصل حاجه تانية يعني. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، جرعه تدريبيه جيده واستفاده جيده وطيبه جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني. النهارده اطمنا على اكتر من لاعب، شفنا كمان ظهور عربي بدر طبعا واحد من اللاعبين في قطاع الناشئين، لاعب مميز جدا، واكيد طبعا يمكن مستر مارتن اشاد بادائه واسلوبه، عنده روح وعنده شخصيه قويه جدا. اطمنا على عاشور، اطمنا على وليد ازارو، اطمنا على عدد كبير جدا احمد فتحي، كل اللعيبه يمكن الحمد لله بشكل عام يعني نقدر نقول الحمد لله المباراه النهارده
كان التجعيد. كابتن هيثم حسين طبعا كمان هينضم لي دلوقتي في خلال اللحظات. كابتن هيثم حسين في البدايه برحب بيك، ومباراه جيده واكيد استفاده ليكم بشكل كبير، واستفاده ايضا كمان للنادي الاهلي. لكن لو بتكلم على النادي الاهلي مباراته مع الزمالك النهارده، بنوجه لكم التحيه على الاستجابه وتواجدكم في هذه المباراه بشكل عام. كيف ترى الجيم وبتشوف النهارده الاداء الفريقين ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاول تحياتي ليكم للناس اللي في الاستوديو. طبعا احنا بنوجه لكم التحيه ان كنتوا ادتونا فرصه ان احنا نعمل مباراه وديه في ظل توقف عندنا. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا فريق كبير بيحاول يجهز لعيبته قبل ماتش القمه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي مباراه تليق باسم الفريقين. احنا استفدنا طبعا كتير جدا، كان عندنا برضو بعض الايقافات وبعض اللعيبه المصابه، النادي الاهلي كذلك. الحمد لله الماتش طلع الجيم كان كويس ما بين الفرقتين، وده اللي يهمنا ان في الاخر ان ما فيش حد من الفرقتين الحمد لله طلع من الملعب باصابه او باي حاجه. على ذكر الاصابات كنت بتكلم بسجل مع كابتن سمير، قال احنا يمكن زي ما اتكلمنا مع اللعيبه لابد يبقى فيه يمكن ما فيش احتكاك وما فيش خشونه، وده يدل على فكر احترافي للجهاز الفني، لان المباراه في الاخر في الاول في الاخر محتاجه ان انت تستفيد للنادي الاهلي وايضا جمهوريه شبيل. طبعا احنا جايين واللعيبه بتاعتنا عارفه ان لعيبه النادي الاهلي اغلبيه اللعيبه اللي لعبت دي راجعه من اصابه وراجعه من ايقاف فترات طويله، فكان لازم ده واجب علينا، والكابتن سمير يعني شدد في الموضوع دون ان احنا ما نحاولش ان احنا نصعب المباراه على النادي الاهلي في الملعب من حيث الاشتراكات والالتحامات. وكذا مره اتكلم في حته لازم نخلي بالنا اللعيبه دي لسه راجعه من اصابه، اللعيبه دي بقى لها فتره طويله مش في الملعب، فكان لازم نخاف. وهو اصلا المفروض يعني هو شعار الكره الفير بلاي، يعني انا بحاول اخاف على زميلي ما 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 ما, ما بقاش لعيب مؤذي، ما تسببلوش في اصابه، ودي كانت حاجه طبيعيه طبعا. يعني خبرتك التدريبيه كابتن هيثم، كيف ترى مباراه الاهلي والزمالك مع تقارب النقاط من نادي الاهلي؟ هيفرق معاه بشكل كبير جدا هذه المباراه، لكن رؤيتك للمباراه يوم 30 كيف ترى هذه المباراه؟ اتمنى طبعا ان المباراه تطلع بشكل يليق باسم الفريقين. الفرقتين كبار، النادي الاهلي حامل اللقب، الزمالك عنده فرقه كويسه. نتمنى في الاول وفي الاخر ان اللي يستفاد منها منتخب مصر واللاعبين تطلع بشكل كويس. المباراه بتبقى مذاعه على في دول كتير جدا وناس كتير جدا بتتفرج عليها، عايزين ندي صوره حضاريه، احنا داخلين على بطوله امم، يبقى شكلنا كويس اللعيبه. وبرده انا بقول حاجه للجمهور الفريقين بصراحه، انا كنت وانا ايام ما كنت بلعب كوره وانا يعني عشرت اللعيبه، اللعيبه يا جماعه اصحاب جدا، واللي بيعمل المشاكل دي واحد من مدرج النهادي واحد من مدرج النهادي، لكن اللعيبه تطلع بعد الماتش بيسلموا على بعض، ويمكن كمان بيتكلموا مع بعض وبيتقابلوا مع بعض، فمش عايزين الموضوع يوصل لدرجه ان يبقى في احتقان ما بين الاهلي وما بين الزمالك. الدنيا كلها تطلع بشكل كويس، الفرقتين يستفادوا، الفرقتين بينافسوا لحد اخر مباراه، مين ياخد الدوري دي مش مشكله، يعني مين ياخد الدوري دي مش مشكله، الاحسن ياخد الدوري وخلاص، يبقى مباراه وعدت من غير ما يبقى هنا في احتقان ولا هنا في احتقان، وان شاء الله باذن الله موفقين فريقين باذن الله. شكرا جزيلا كابتن هيثم. شكرا شكرا شكرا. بنوجه الشكر طبعا كمان للكابتن هيثم طبعا حسين مدرب فريق نادي جمهوريه شبين. زي ما اكدنا وقلنا الكل استفاد من هذه المباراه، النادي الاهلي استفاد بشكل كبير جدا، وايضا كمان جمهوريه شبين استفادت بشكل كبير. وباكد كمان على كابتن سامي قمصان مدرب فريق للنادي الاهلي، خلاص هي دي المباراه الاخيره اللي استعد بيها النادي الاهلي لمباراه القمه 117 الاهلي والزمالك على استاد برج العرب يوم 30 مارس. مباراه قويه ومباراه مهمه لفريق للنادي الاهلي، ومباراه محتاجه تركيز كبير جدا. شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي بناكد عليها في كل مبارياته وفي كل الاجواء الخاصه بفريق النادي الاهلي، مباراه ان شاء الله تكون من نصيبنا. كنا نتمنى وجود الجمهور، لكن بنحترم قرارات الامن، بنحترم قرارات اتحاد الكره. ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه تكون من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله يكون النادي الاهلي موفق تدريجيا خطوه خطوه. ان شاء الله بطوله الدوري العام تكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره.